تمشي في شوارعها وتنسى الأيام اللي فيها، تقدر يوم تزعل منها ولا تفارقها، تقدر تحكي لي عليها وما يكون كلامي عليها، تقدر توصف لي حليها وتنسى لياليها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من داخل أحياء طرابلس عروس البحر، اليوم موعدنا جديد وفي حي جديد وفي شارع قديم جديد، شارع مزران. اللي ما يعرف شارع مزران، شارع مزران بأزقته القديمة بناسها الأولين، بمشاهيرها، بملاعبيتها، بكل شيء، كله حنلقوه عند واحد من أيقونات شارع مزران اللي هو عمي محمد غالي. عندنا مع موعد اليوم في الجامع القديم، جامع مزران، نبغى نشوفوه وإن شاء الله ربي يوفقنا. يلا. السلام عليكم. عليكم السلام. نهارك طيب ان شاء الله. مرحبا. مازالت البركه. الله يبارك فيك. طيب ان شاء الله. شنو امورك كويس؟ اللهم لك الحمد. صحتك باهية. الله يبارك فيك. الله. وصلنا. هذا جامع مزران الأول. هذا جامع مزران الأول. هذا اللي بنات في مزران.
لكم اليوم معنا احد ايقونات شارع مزران وهو الحاج محمد غالي ربي يعطيه صحته وطول عمره، يبي يشرح لنا التاريخ، يعني تاريخ الجامع، تاريخ الشارع كيف كان، لانه واحد من الصناعيه ومن سكان ومواليد مزران. فان شاء الله يا رب تكون حلقتنا عجبكم وربي يوفقنا ويوفقكم. حاج محمد نهارك زين ان شاء الله. مرحبا يا سيدي، اهلا وسهلا، نزلت البركه. الله يبارك فيك، الله يعطيك صحتك ما شاء الله. الله يعزك يا سيدي، الله يبارك فيك، الله يبارك فيك، يرحم والديك. منورها اليوم بالجبه الطرابلسيه، الله يبارك. الله يبارك فيك. الله يبارك لك ان شاء الله. الله يبارك فيك. شنو اخبارك؟ اللهم لك طيبين الحمد. ان شاء الله طيبين، اموركم باهيه. اللهم لك الحمد يا رب العالمين. لما قلت لك نبي نتلاقى معاك ونبي نستضيف، قلت لي تعال لي في جامع مزران. ايوه جامع مزران. انا تو من يوم صرت ولدت في طرابلس وعرفت يقولوا جامع مزران. لما تقول شارع مزران، جامع مزران. أيوة. ركابة مزران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والأخرين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. أصل الشارع كان اسم شارع الزاوية من أول وقت بميل الحاج رمضان المزران. الجامع كان اسمه شارع الزاوية. يعني في هي ليه قصه الجامع مش هيك؟ لا الجامع مبنيه، لكن ايه؟ الشارع كان من الميدان حتى للبريد شارع الزاويه. يعني من ميدان الشهداء لعند بريد البريد تو نقول بريد شارع الزاويه. بريد شارع الزاويه. ايه؟ لغادي هذا شارع الزاويه كله. ايوه. لما خشت ايطاليا الناس متداوله جامع مزران جامع مزران. ايوه. اشبح الكل دار في الفكره ان دار من شارع النصر للميدان هذا شارع مزران. لما جت ايطاليا بتقسم قال لك قال لهم ما يزبطوش فداروا داروا مزران لشارع النصر وللميدان. ايوه شارع باسم الجامع. باهي الحاج رمضان مزران جاء هنا يعني اول هيك دار الجامع وبعدين دار حاجه بعدها ولا دار الخلاوي هذا كله اكثر من 40 50 خلوه وكل خلوه فيها 3 من الناس تحفيظ القران. الله وفي زاوية السنة وفي زاوية القرآن، يعني هذول كلهم الزوايا كانوا يجوا الناس من جميع أنحاء طرابلس ومن الضواحي يتعلموا هنا، يقرأ القرآن 3-4 سنين 5 سنين يختم القرآن ويمشي. يمشي سبحان الله. كل أحمد باشا يكمل دراسته غادي. يعني زي نقول إن هو جاء لقى الأرض فاضية استثمر شري الأرض هيك. شري الأرض. أيوه. هي لابد يعني. شري الأرض هي شراها تقريبا هو والهنشيري. الهنشيري كان شريكة. أيوة. فقال الحاج رمضان مزران نبني جامع. قال له باهي انت ابني جامع وانا ندير مقبره. وراح اللي هي هذه تو فيها الجامع. أيوة. الهنشيري دار المقبره هذه ابنها والمزران بني الجامع هذا. وكان هذا الوحيد الجامع اللي فيه هذا كبرى من هاللي بنى رمضان. يعني هذا الحجم نتاعه. هذا حجمه. مش تعرف الناس هذاك الوقت يعني كانوا شويه ما فيش. يقولوا راهو اسمع ناخذوا فيها من الناس. ايه هي عن نقلة عن يقولوا نخلع عن الناس، قالوا تو رمضان بنى مزران في الخلي. تو يجوا يكري الناس بالفلوس باش يجوا يصلوا عنده. يعني زي من على مت زي ما تقول زي الاسقاط انه راهو المكان خالي ما فيش كيف، علاش دار جامع؟ فيه سواني هيك لكن المدينة قديمة والناس كلها مدينة قديمة. الشاعر 140 تولي 140 141 سنة بالنسبة للجامع الميلادي راهو. سبحان الله. بالهجرة أنا ما نذكرش تو بالضبط. لكن بناه وربي خذه بيده والراجل أن فلساته حلالية. سبحان الله. خرج من ناس وطلبة وقضاة ووكلاء نيابة وناس متعلمة. معنا أغلبية الناس اللي تعلمت كانت تبدأ من هنا وتكمل في كلية أحمد باشا. كلية أحمد إيه. واللي ما كملش يكمل قرأت أنه هو حفظ القرآن هنا. ما شاء الله. يعني زمان كانت الناس أغلبيتها يعني لما ياخذ القرآن خلاص يعتبر تبارك الرحمن العلم. قراءة وكتابة. خذي كل شيء. الله يبارك. اللي هو كمل بالقراية كمل، واللي ما كملش أخدم عليه نفسه أشبح كل واحد. وزمان كانوا حتى العائلات يتبهوا بها هي لما تقول ولدي حامل كتاب الله والله قاري جزء عام. زمان عندنا يقول رمي اللوح. رمي اللوح. كذبة العامية راي يقول كوين فلان والله رمي اللوح مسكين ما شاء الله عليه يعني. اللوح معنى تم خلاص. معناها يعني. أيوه رمي اللوح معناها معشية. وفي حتى حاجة يقول له خيرك ما قريتش يقول له خميسيتك لا تباها فول أنا. هذاك الصغار يهربوا في بعضهم من الكتاب. نهار يقرأ ونهار ما يقراش. وقاك من الفلقة ومعناها ما نجحش. كان يحصل فلقة لو لا يقول لك فتني ما عادش نبي. وفي ايش القرآن بيحفظوه ناس معينة. سبحان الله. ايه سبحان الله. مش كل حد يحفظه. صلى الله ربي يبارك لهم والله.
لكن سبحان الله انا اول ما خشيت له طبعا اول مره يعني ما قبل ما زيتاش ريت انه هو شبه سبحان نسخ خلاص على الجميع الجوامع نتاع المدينه القديمه بالضبط ما فيش رغم انه هو يعني مبني متطرف بروحه برا متطرف بروحه فعلا ايه فعلا فهي كانت ماشيه على منوال واحد سبحان حتى الله حتى القبله احنا توا ايه القبله كنا اتجاهنا الشرق ايوه تو حاليا احنا كيف كنا ما في شيء يعني قبل 100 وكسر ما فيش بوصلة ايه ما فيش احنا تو لما كنا نصلي هنا في الايام الاخيره نصلي هكي جيت التركين هذيك ايوه غيرناها ايه فهمت لان قالوا القبله الصحيحه غادي سبحان لكن الله. هو في الحقيقه راهو القبله الصحيحه الانسان اينما تتجه تم وجه الله ونعم بالله أيوة. ونعم بالله ربي دار لنا العقل فكروا فيه لا الراس والجبهه دائريه سبحان الله وين ما تصلي انت اتجاهك للقبله سبحان الله ان الله وان الله زين صليت هيك هاي جيتك عندك صليت هيك بالنيه هي ان شاء الله بالنيه ويقولوا انا شايف العين سموه لي كان قال لهم هيك لكن الكلام مش صحيح قالوا مولاه لابناه اسمه شايف العين سبحان الله بيكون هيك بيكون ايوه تو ابوي بيسالك على السده هذه هي علاش هيك جايه مترفعه وجايه مقابله المنبر بالضبط هذه يا سيدي كان يوم الجمعه يركبوا فيها زوج قراء ايوه يقعدوا فوق يقروا القران يركبوا فوق نهار الجمعه أيوة. ويشبحوا الامام كيف يجي وقت الصلاه يركب هو وهم يشبحوا فيه من فوق الله يدوا الاذان للجمعه ايوه ايوه زي حلقه الوصل بيناتهم هذا احنا نتوب للمالكيه وسيدنا عثمان دار ثلاثه اذانات للمدينه لما كبرت لما جمع النقا يدوا ثلاثه اذانات للجمعه سبحان الله احنا الاحناف اظن والشافعيه داروا اذان الظهر واذان للجمعه سبحان الله لكن يعني الامام كان يبان لهم هو من غير وكان يسمع ما كان في صوت فلازم يسمعوا عليه هو سبحان الله من فوق لان الجامع كان بالنسبه لي هنا ايوه تو الجامع ما تتذكرش كي مثلا مشايخ مروا منا لا ناس قلت فيه وبدا عندها صيت بعدين تعلمت من هنا تخرجت يعني لما يقول انا راني خريج جامعه انا خريج احنا جامعة الان مزرع. الان نلقى في ناس يقولوا لي احنا كنا نقرا في ميزران بسم الله ما شاء الله يعني كان عندي الشيخ احمد الشيخ شكري بن حمادي ايه؟ هذا جيه صغير هنا وحفظ القران وقعد 40 سنه يقري في الهنشير الله وطلع من حوالي قالوا 750 او 760 طالب حفظ القران تبارك الرحمن وخلي يعني وخلي غيرهم ايه الموضوع كان زي شنو نقولوا زي المكان يطلعوا منه الناس اللي تتعلم وتنتشر في طرابلس او في ربوع ليبيا تقريبا من الزاويه من غرقه من القلبولي من يعني اكثريتهم الا قليل من زليطن لان عندهم غادي المعهد الاسماري وبسلاتة حتى هو قليل لكن عندنا ناس من بسلاتة شقروا هنا وبشو بعدين كملوا وبشو كملوا وكلا نيابة وقضات سبحان الله الحمد لله والله هذا كله في ميزان حسناته تو نبوا نمشوا من هنا نطلع من هذا باب وهذا باب هذا اللي فيه الزوز هذا وبيباب هذا الزوز الباب هذا والباب هذا هاي هذا وكان الحد متاعه هنا هذا حده هذا هو جامع مزرعي يعني أي حد يبي جامع مزرعي هذا جامع مزرعي هذا حد مزرعي اللي هو 130 سنة العظمة لله في 36 زادوا قصبايتين اللي هم القواس هذو زادوا 3 متر وحوالي 7 متر او 8 متر بنفس النمط هذا زادوهم الجامع باش كبرت لان المنطقه كبرت لان كانت ورانا جبانه ايه فهمتك خذوه من الجبانه وداروه على علمي ممكن قالوا الجبانه ما دارت لكن ما دفن فيها حد يقولوا هيك لا فيها قبور فيها قبور ايه انا نعرفها القبور بس ما ريناش شكون ندفن فيها ما لاحظتوش ايه ايه لان هنا في جنب الجامع في زنقة النحوش هاي الشربة هذه كان فيها مدفون رمضان مزرن تحت الروشن هذا ايه تو الجماعة صار هو منها في ندفن هنا يعني ندفن هو هنا وعائلته الله يرحمه وكانت دار كبيرة يسموها تربة التربة ايه زي في مصر التربة ايوه لعائلته صغارهم وعائلتهم هم يدفنوها فيها. ايه فهمت. تو قالوا لا متجهين اللي جيت مزران يصلوا له. ما فيش. قدر الله ما شاء فعل. نبي هنا زنقة النعوش. ايه. كان في محل يحطوا فيه حشاك في النعوش. سموها زنقة النعوش. سموها زنقة النعوش. لأن كان خالية وجامعة هنا خليل ما هناك شذا. صح ما فيش يعني. وقعدت لليوم حتى البلدية. المكان اللي تندار فيه حاجة يسموا به. يسموا به. سبحان الله. سموها زنقة النعوش قاعدة للآن.
سبحان الله. قعد زنقة النعوش سبحان الله. خلاص بوي النودو تو احنا نتوكل على الله وان شاء الله باش نشوفه من هنا وبعدين نكملوا باقي حديث ان شاء الله. حاضر. السلام عليكم. هاي بوي هاي توكلوا على الله. بسم الله بسم الله, بسم الله. يا رب يا الله. تمشي في شوارعها وتنسى الأيام اللي فيها, تقدر يوم تزعل منها ولا تفارقها, تقدر تحكي لي عليها وما يكون كلامي عليها, تقدر توصف لي حليها وتنسى لياليها. تقدر تمشي في شوارعها وتنسى الأيام اللي فيها, تقدر يوم تزعل منها ولا تفارقها, تقدر تحكي لي عليها وما يكون كلامي عليها, تقدر توصف لي حليها وتنسى لياليها. صباح الخير صباح الخير صباح الخير. هو احنا هنا هذا مبنى جديد اللي بناه هذا لا صار فتحنا يول وبنينا جمع هذا درنا التصليحات هنا كانوا فيه هنا يجي 6 عرس وهنا 4 عرس. هذا كله ملحق للجامع. ملحق للجامع. وهذا حتى هو هذه كانت زاويه لزاويه السنه تعلموا فيها الطلبه. هذا اللي قلت لنا كانوا يقروا هنا الطلبه. واحده ثانيه غادي وواحده هنا زوزه هنا. يعني احنا هذا هو نقوله جامع مزران وما كنا قاعدين وما كنا مقعمزين. احنا هذاك جامع مزران وهنا الزوي هذوما اللي قلت لنا اللي هما حفظوا اغلبيه الناس كلها قرت فيهم. بوي احنا تو نبو هذا شارع مزران يعني زي ما تقول جامع مزران استكفينا نبو نطلعوا تو لمكان اللي عندك فيه ما شاء الله ذكريات نبو نقعمزوا فيه. هو تو اللي بتقول بيقول جردين مزران نبو نعرف شنو قصة جردينة مزران, هل هي بالأصل هيك جردينة وشو قصتها؟ هذه إن شاء الله تو بنمشولها وربي يسهل إن شاء الله. يا هاي لا يا الله زوزي قربوا يا شوي عليه. كثير اللي قدام هذوك كلهم هذوك كلهم تقريبا كانت غذائيه ولا حاجه مش مثلا كثير الزهراء تابع نفس الحي هو اللي كنا تابع الحي تابع من زمان. هذا كله بني جديد هذا كله بني جديد. جينا هنا لحوش الشيخ محمود صبحي وانت في الحديد قلت لي الشيخ محمود كان عنده اخوه محمد ممكن يكون انه مولد هو من زمان. احنا كان اخذنا يميننا في حوش الشيخ عبد الرحمن البصيري
فيه الحاج محمد المبروك. الحاج محمد المبروك هم أمهم بنت مزران. أمهم بنت نفسها. أيوة. هذه شنو هي ابوي زاويه السنه؟ هذه زاويه السنه هذه كانوا فيها الطلبه وفي سوره القران. سنه زاويه القران الجهه الاخرى المغادي صار هنا كان زي السكن للطلبه. هذو كل ثلاثه طلبه في دار تو هذوم فتحناهم احنا. لان ما استفدتوا منهم داروهم زي العياده. صح. فكانت ترفع اذن حسابك فوق ولفا. صح. وهجوم الزدم. صح. الواحد كان كل واحد يعرف خلوته. هذه كلهم كانوا مخلطين منوعين يعني زي ما تقول كل شيء فيه. ايه ما شاء الله مفلتة كلها هنا. ايه قاعد قهوة هنا. ايه قاعد زهير. السلام عليكم. معكم طيب ان شاء الله. السلام عليكم. تقدر تمشي في شوارعها وتنسى الأيام اللي فيها، تقدر يوم تزعل منها ولا تفارقها، تقدر تحكي لي عليها وما يكون كلامي عليها، تقدر توصف لي حليها وتنسى لياليها، تقدر تمشي في شوارعها.